وفي القرون المتأخرة كان عندنا من كندة إمام في اليمن اسمه عبد الله بن يحيى كندي، طالب الحق، كان يقول: أحمل رأسا قد مللت حمله، وقد مللت دهنه وغسله. أي هذه لغة نحن ما نعرفها، نحن لغة لا يعرفها جيل هابط. أحمل رأسا قد مللت حمله، وقد مللت غسله ودهنه. هل من فتى يحمل عني ثقله؟ إن الشقي من تولى قتله. رجال حق، هذا ما الذي يجعل اقتطاف رأسه هينا في نفسه؟ مذاق عالم، ومن ذاق عرف، ومن عرف اغترف، ومن اغترف اعترف، ومن حرم انحرف.